مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذا الحديث الخاص الذي أجريه أنا على أدين زعطوة من تونس مع ضيفي رئيس حزب العدالة والبناء الليبي السيد محمد صوان. نسأله عن تفاصيل وآخر تطورات جلسات الحوار السياسي المنعقدة في تونس هذه الأيام، وأيضا عن آخر تطورات العملية السياسية داخل ليبيا. أستاذ صوان، أهلا وسهلا بك. اجتمعتم خلال يومين طويلين، اجتماعات طويلة في تونس، جلسات للحوار السياسي الليبي، هل كانت النتيجة إيجابية بعد حديث عن تعثرات دامت 8 أشهر بعد توقيع الاتفاق السياسي؟ نعم، بداية أستطيع أن أقيم هذه الجلسات الطويلة بأنها كانت جلسات بناءة وإيجابية، على الرغم من أنها كانت في بعض الأحيان ساخنة وحادة نتيجة التعقد الطبيعي للمشهد السياسي في ليبيا. إيجابية؟ نعم. ما الملموس؟ ما هي الأشياء الملموسة الإيجابية؟ يعني هناك نقاط خلافية، كما دخلتم بها خرجتم بها تقريبا. لا طبعا، هي كانت الدعوة لهذه الجلسة في سياق أن هناك ارتباك في تنفيذ الاتفاق السياسي، باعتبار أن الأجسام الثلاثة المنبثقة عن الاتفاق لم تباشر عملها، وأقصد بذلك مجلس النواب، وهناك ارتباك حاصل في أداء المجلس الرئاسي، الأمر اللي دفع أطراف الحوار أن يقوم بواجبة كراعي لهذا الاتفاق السياسي، خاصة في ظروف أن البرلمان لم يباشر عمله كجهة رقابية على الحكومة. طيب، من يتحمل مسؤولية هذا التعطيل؟ الاتفاق السياسي، اتفاق الصخيرات، وقع منذ 8 أشهر، إلى اليوم من يتحمل مسؤولية التعطيل؟ الاتفاق السياسي جاء في ظروف معقدة جدا في ليبيا، ولذلك أطراف الحوار والمجتمع الدولي قرروا أن يمضوا في تنفيذ هذا الاتفاق، على الرغم من أن هناك بعض المعرقلين في سواء في الأجسام السياسية مثل مجلس النواب أو بعض الجهات الأخرى. وبالتالي إذا ربما لاحظتم أن الثقة لم تمنح لحكومة التوافق بالشكل التقليدي المتعارف عليه، لم تمنح تقليديا إلى حد الآن، لكن منحت الثقة بتوقيع أكثر من 100 عضو، وهو النصاب القانوني، أكثر من مرة بعد ما تعذر وبعد ما منعت الجلسة بطريقة تتنافى مع القيم الديمقراطية، اضطر أطراف الحوار وبدعم من المجتمع الدولي أن يعتبر هذا التمرير قانوني، إلى أن يستطيع أن ينهي البرلمان الانقسام الداخلي ويعني يفي باستحقاقاته القانونية. طيب، ولكن اليوم بعد 8 أشهر من التعطيل وهذه العثرات، هناك من يقول أنه هذا الحوار، يعني هذا الاتفاق السياسي عفوا، ولد منذ البداية ميتا ولم يكن الخيار الأنسب. ما رأيكم بعد 8 أشهر من توقيع الاتفاق وكل هذه العثرات؟ هذا حقيقة مجانب للحقيقة تماما. الوضع السياسي في ليبيا قبل توقيع الاتفاق كان وضع هش جدا، وكان انقسام سياسي، والمجتمع الدولي يعترف بحكومة في أقصى الشرق وبالبرلمان المنقسم، وتقريبا أكثر من ثلثي ليبيا فيها حكومة، فيها مؤتمر وطني، ولكنها لا تنال الاعتراف الدولي. كان هدف الاتفاق السياسي أن يكون هناك مقاربة ينهي بها هذا الانقسام. أزعم أن الاتفاق السياسي قد أنهى من الناحية القانونية الانقسام السياسي، وأصبح لدينا اتفاق سياسي قابل للتنفيذ، فيه حكومة واحدة وفيه مقاربة تجمع بين الجسمين التشريعيين، ونال رضا لا أقول كل الليبيين لكن نسبة كبيرة من الليبيين. أين الخلل اليوم؟ ونال أيضا مباركة المجتمع الدولي، بل تأييد المجتمع الدولي المتمثل في القرار 2259 الصادر عن مجلس الأمن. فيما يتمثل؟ لا شك أن دخول المجلس الرئاسي إلى طرابلس في ظروف سلسة جدا كانت خطوة ممتازة، لكن ربما كانت هناك اجتهادات في البداية أن ينتظر المجلس الرئاسي ولا يباشر عمله
بشكل يعني فعال، بمعنى أنه يكلف الوزارات إلى أن يتم منح الثقة بشكل تقليدي وقسم اليمين، لكن وهذا طبعا تطلب أكثر من 3-4 شهور انتظار، لكن بعد ما تعذر الأمر وأصبحت إرادة مجلس النواب تتجه إلى منح الثقة، بل وقعوا في أكثر من قائمة، فأصبح هناك توجه. الآن نستطيع أن نقول أن الوزراء تم تفويضهم لمباشرة أعمالهم فقط في فترة تقريبا في حدود الشهر، بالتالي فهناك تأخر نظرا لتعقد العملية السياسية. لكن مع ذلك نقول أن حتى بعد تفويض الوزراء ما زالت هناك عقبات، منها أن بعض الوزراء لم يلتحقوا بوزاراتهم، بعض الوزارات لم يتم استلامها حتى الآن. فالحقيقة هذه مشكلة، وبالتالي هذا ما دفع فريق الحوار إلى أن يجتمع بالمجلس الرئاسي ويطلب لقاء تقابلي بحضور بعثة الأمم المتحدة، بحضور المجلس الرئاسي، لأن أطراف الحوار كما عاين الشعب الليبي كله لاحظ أن هناك ارتباك في أداء المجلس الرئاسي. ولكن البرلمان يقول أنه هو جهة الوحيدة المخولة لمحاسبة المجلس الرئاسي، هل تريدون افتكاك بشيء من يعني بشكل من الأشكال صلاحيات البرلمان؟ هذا هو العمل يعني في الجانب العملي، هذه هي الرسالة؟ تم الاتفاق في لقاء الأمس بين كل أطراف الحوار على أن البرلمان لا يزال يتحكم فيه مجموعة قليلة تعرق الاتفاق، وأن عليه أن يجتمع ويافي باستحقاقاته، وأنه إلى أن يجتمع فعلى فريق الحوار أن يتحمل مسؤوليته نعم الوطنية، وأن يتابع أداء المجلس الرئاسي وحكومة التوافق، وسيكون هناك لقاءات دورية ربما خلال شهر لمتابعة تنفيذ الاتفاق السياسي ومتابعة قيام حكومة التوافق بالاستحقاقات المناطة بها، واللي تتمثل بالأساس في توفير الخدمات وحلحلة أهم المشاكل اللي تتعلق بالنفط والكهرباء وتتعلق بتوفير الأمن. أشرتم إلى هذه النقاط في بلاغ الجلسات الحوار المنعقدة في تونس. بهذه الطريقة أنتم تريدون فرض يعني سياسة الأمر الواقع، إذا البرلمان لم يفعل آلياته ويعني يلم نفسه أنتم تحلون محله عمليا، يعني كمجلس حوار، كهذا الهيكل الذي يحظى بدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سيحل محل البرلمان. هذا ألن يعمق من الأزمة مرة أخرى في ليبيا؟ لا يمكن أن ترتهن مصلحة الشعب الليبي بالكامل إلى مجموعة ربما لا تمثل أغلبية في البرلمان، وبالتالي قرر أطراف الحوار وقرر المجتمع الدولي دعما لأطراف الحوار أن تمضي العملية السياسية، لأن وضع ليبيا واستمرار الهشاشة هو وضع مربك ومؤثر على دول الجوار ودول المنطقة. أنت تعلم جيدا الهجرة الغير شرعية، التعطل المصالح الاقتصادية لدول أوروبية المرتبطة مع ليبيا، تهدد ليبيا دول الجوار تونس والجزائر والمغرب، تونس والجزائر وتشاد والسودان حدودها مخترقة، الوضع الليبي له انعكاسات عديدة يعني. بالتالي الآن لا يمكن ارتهان الاتفاق السياسي لمجموعة ربما كيف ما ذكرت تستخدم أساليب غير ديمقراطية، لكن مع ذلك المعالجات التي تبناها فريق الحوار هي معالجات مؤقتة لا تلغي وظيفة البرلمان، ونحن نعتبر أن البرلمان هو الجسم الشرعي الوحيد اللي يجب أن يلتئم شمله، ونتوقع عندما تبدأ العملية السياسية خاصة حكومة التوافق، لأن يا أخي الكريم الاتفاق السياسي وضع كل الصلاحيات تقريبا مناطة بحكومة التوافق والمجلس الرئاسي. المجتمع المدني يدعم تمشيكم هذا؟ لا، حتى أكون واضح أن الحالة اللي تمر بها ليبيا أو أي دولة مشابهة لها لا يمكن يكون هناك اتفاق عام، لكن نقول أن هناك شبه يعني توجه عام يدعم الاتفاق السياسي، لأننا ببساطة أقول أن ليبيا بدون هذا الاتفاق السياسي مهما كان ضعيف أو هش فإنها ستذهب إلى المجهول، لا توجد هناك خيارات أخرى، الخيار المطروح أمامنا هو
هذا الاتفاق السياسي، وبالتالي نحن ندفع باتجاه تفعيل وإنجاح هذا الاتفاق السياسي. وربما هذا الأمر لن يكون دفعة واحدة، لكن حلحلة بعض الملفات، ربما نجاح حكومة التوافق في حل بعض المشاكل ربما يعني ينتج عنا نجاحات أخرى تتعلق بالجوانب الأخرى. سيد صوان، هناك نقطة إشكالية يبدو أنك لا تريد الإشارة إليها إلى حد الآن، عقبة اسمها خليفة حفتر. يعني هناك تشبث تصلب من كلا الطرفين، يعني سوى الداعمين له أو الرافضين أو المعارضين لهذا الشخص. هل توصلتم إلى أي حل لإزالة هذا الخلاف ولتجاوزه؟ يعني هناك إشكال اسمه من يترأس الجيش الليبي، من يكون الجيش الليبي، من هو الجيش الليبي أصلا؟ الاتفاق السياسي اللي أصبح ملزم لكل الأطراف يجيب بوضوح على كل هذه التساؤلات. ومن يوم تم التوقيع على الاتفاق السياسي، ولكن الواقع لا يجيب، الواقع شيء ثاني. يعني أي تفضل. من يوم ما تم التوقيع على الاتفاق السياسي أصبح المجلس الرئاسي يمثل القيادة العليا للجيش، وأن أي جسم غير منبثق من موافقة القيادة العليا فهو جسم خارج عن الشرعية. أما الأجسام اللي تفرض أمر واقع في المشهد الليبي فأنا يعني أعترف أن هناك سواء كان في الشرق أو في الجنوب أو في الغرب هناك مجموعات مسلحة لا تعترف بالاتفاق السياسي، وبالتالي هذه المجموعات إذا التف الشعب الليبي كله وحقق هذا الاتفاق السياسي نجاح، فسوف لن يكون هناك مستقبل لأي جسم سياسي سوف يصادم إرادة الليبيين، بما في ذلك خليفة حفتر الذي يترأس ما يسمى بالجيش الليبي في الشرق. نعم، كل من لا يعترف بالاتفاق السياسي وحكومة التوافق ولا يدخل تحت هذا الاتفاق سوف يكون خارج الشرعية. طيب، ما الحل عمليا؟ هناك إشكال على الواقع، هناك انقسام، هناك جهة شرقية يسيطر عليها جيش يتبع لشخص لا يعترف بهذا الاتفاق، وهناك من يدعمه حتى في مجلس النواب الذي يرفض تسكية هذه الحكومة المنبثقة عن الاتفاق الشرعي الذي يحظى بالدعم الدولي. هل توصلتم إلى حل لتجاوز هذا الخلاف؟ نحن نقول أن الحل لا يأتي دفعة واحدة، فالأوضاع معقدة في ليبيا، هناك صراعات في كل مناطق ليبيا، ونحن نعول على نجاح المجلس الرئاسي في حلحلة أهم الملفات، وعند ذلك سوف يلمس المواطن العادي أن هناك بارقة أمل وهناك حل، وربما هذا يؤدي إلى التفاف كثير من النخب والكيانات السياسية عن الاتفاق على الاتفاق السياسي، ربما هذا يضعف كل أجسام اللي تعارض الاتفاق السياسي سواء كانت في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب. طيب، سأواصل معك ببعض التفصيل في هذه النقطة، ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الأعزاء ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، نواصل هذا الحديث الخاص مع السيد محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الليبي. سيد صوان، كنا قبل الفاصل نتحدث عن نقطة محورية في الخلاف بين مختلف الأطراف السياسية في ليبيا، هي موقع خليفة حفتر كيعني في منظومة الجيش الجديدة في ليبيا. أنا سأسألك باختصار، لأنه يعني هناك جلسات وهذه كانت نقطة خلافية حتى خلال الجلسات الأخيرة، ما هو موقع خليفة حفتر المستقبلي في الخارطة السياسية والعسكرية في ليبيا؟ هل هناك جواب واضح؟ الاتفاق السياسي الليبي لا يمكن أن يفصل لمصلحة أفراد مهما كانوا. الاتفاق السياسي الليبي عندما يعني تم التوافق عليه كان الغرض هو مراعاة مصلحة الشعب الليبي ومصلحة ليبيا فوق كل اعتبار، بالتالي فالاتفاق السياسي غير معني بتفصيل حل لشخص مهما كان. أنتم كحزب العدالة والبناء تمثلون جزءا لا بأس به من المشهد السياسي الليبي، ما هو موقفكم من تواجد خليفة حفتر مستقبلا في المشهد العسكري؟ نحن نعتبر أي إنسان ليبي يعترف بالاتفاق السياسي
وهو يقول أنه تحت الشرعية المتفق عليها فهو مواطن ليبي له أن يتقلد أي منصب، ليست لدينا عقدة مع أي شخص. نحن رفضنا الانقلاب العسكري والعودة إلى الانقلابات العسكرية، يعني شرط بقاء لو سمحت لي السيد خليفة حفتر. نحن كحزب عندما عارضنا ظهوره على المشهد السياسي هو بداية من خروجه على قناة العربية وأعلن تجميد الإعلان الدستوري وتعطيل المؤسسات وإلغاء وإعلان انقلاب. يعني شرط القبول بخليفة حفتر هو قبوله واعترافه، ويعني قبوله واعترافه بالعمل تحت طائلة الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي. أي إنسان كان سواء كان حفتر أو غيره يعترف الاتفاق السياسي ويعلن أنه تحت مؤسسات الدولة فنحن لا نعترض عليه، إذا عنده مخالفات قانونية فهذا الأمر يتعلق بالقضاء الليبي. طيب كيف ستحل أزمة الانقسام؟ عمليا هناك انقسام على الأرض خاصة في المنطقة الشرقية يعني وبعض مناطق الجنوب، هل هناك يعني مقترحات أو اتفاق على خطوات عملية لإيقاف نزيف الانقسام؟ لا، هو الحقيقة أن ليس كل من هو في الشرق يرفض الاتفاق السياسي وليس كل من هو في الغرب أو في الجنوب يقبل الاتفاق السياسي. فالاتفاق السياسي كما ذكرت لك في البداية هو في مرحلة هشة فيه كثير من المآخذ، وبالتالي من الخطأ المفهوم الشائع أن أهل الشرق يرفضوا الاتفاق السياسي وأهل الجهة الغربية أو الجنوبية يقبلوا الاتفاق السياسي، هذا غير صحيح. ربما نسبة المعارضين للاتفاق السياسي قد تكون في الغرب أكثر من المنطقة الشرقية، لكن وجود قوة عسكرية بعينها تهيمن على منطقة أنا أقول هذه حالة موجودة في ليبيا ويمكن معالجتها بالتعاون بين كل الليبيين وبين حتى المجتمع الدولي. حتما بعد فترة حيكون أي جسم يقف في مواجهة المؤسسات الشرعية اللي يعترف بها العالم، لأن قرار 2259 ماذا يقول؟ يقول أن المجتمع الدولي لن يقبل التعامل إلا مع الأجسام الرسمية المنبثقة عن الاتفاق السياسي. وبالتالي عندما يكون المجلس الرئاسي هو القيادة العليا للجيش فأي جسم أو أي رتبة عسكرية تدخل تحت هذا الإطار فنحن ليست لدينا معها مشكلة. في سرت وفي بعض المناطق المحيطة بها هناك معركة يعني تدور حاليا ضد تنظيم الدولة، من المستفيد منها سياسيا؟ هو طبعا المعركة اللي موجودة في سرت هي معركة وجوب لتحرير ليبيا من هذا الورم السرطاني الخبيث بغض النظر عن الاستفادة السياسية. فبالتالي هذه معركة كانت مؤجلة في فترة الانقسام، هذا التنظيم بدأ ينمو ويكون بؤر في مناطق كثيرة في ليبيا، تم استئصاله في صبراتة وفي درنة، وربما لوجود مدينة سرت في موقع جغرافي وسط البلاد بعيدة عن المدن الرئيسية وجد هذا التنظيم البيئة المناسبة في أنه يتمدد، وبالتالي هي معركة مؤجلة. لكن أنا نعتبر أن هذه من الخطوات الإيجابية جدا التي تحسب للمجلس الرئاسي، لأن القوات التي تحارب تنظيم الدولة حتى وإن كان هي نسبة كبيرة منها هي من المجموعات المسلحة اللي هي كانت منضوية تحت رئاسة الأركان والآن أصبحت تحت عملية البنيان المرصوص، لكن تحت قيادة غرفة عمليات من ضباط تم تشكيلها من المجلس الرئاسي وتم دعمها سياسيا ودبلوماسيا وحتى ماديا. وبالتالي فأنا أعتبر أن معركة سرت هي معركة يعني شارك فيها كل الليبيين بنسب متفاوتة للقضاء على تنظيم داعش، وهي معركة بالنيابة حتى على دول الجوار ودول المنطقة. وللأسف في هذا السياق أقول أن هذه المعركة اللي 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 اللي, اللي هي ضد ثالث أكبر إمارة في المنطقة بعد الرقة وفي العراق سرت فيها أعداد كبيرة من داعش، تم تحقيق انتصارات كبيرة جدا وحوصر الآن التنظيم
ولم يبقى إلا، ولكن العملية دامت يعني أكثر مما كان متوقع. لا بالعكس، العملية نسبيا تعتبر سريعة جدا، وكان فيها خسائر كبيرة في الأرواح، هناك أكثر من 250 شهيد، هناك أكثر من 1000 جريح، هذه يعني تضحيات كبيرة جدا. المجتمع الدولي كان يتكلم على ضرورة محاربة الإرهاب وأعطى الدعم الدبلوماسي والدعم المعنوي، لكن عندما بدأت المعركة الحقيقة لا أستطيع أن أقول أن لا يوجد دعم، لكن لم يكن الدعم في المستوى المتوقع والمطلوب من المجتمع. لماذا؟ طبعا لماذا؟ لأن السبب الرئيسي هو عدم اكتمال مباشرة الحكومة التوافق لمهامها، لأن حقيقة حتى نكون منصفين، يعني الخلل من حكومة التوافق المجتمع الدولي عندما لأن نحن طرحنا هذا اللوم على المجتمع الدولي في لقاءات تونس أمس، وكان عندنا لوم شديد على مبعوثي الدول كلها كانوا موجودين، وكان فعلا المبرر اللي لحد كبير يعتبر مقبول هو أننا نريد جهات تنفيذية سيادية في ليبيا نستطيع أن نتعامل معها، وهذا ما دعا فريق الحوار أن يجتمع ويطلب من المجلس الرئاسي ضرورة تفعيل الوزارات وضرورة تقديم الخدمات للمواطن. وفعلا قلت أنه يعني عملية سرت، عملية البنيان المرصوص حاليا هي تحسب يعني القوات المسلحة المنضوية تحت إمرة المجلس الرئاسي، فبالتالي هي تسجل أيضا ضد من لم ينخرط في هذه العملية. وهنا لهذا سألتك عن من المستفيد سياسيا، ألا توجد يعني محاولات لاستغلال النجاحات الموجودة في عملية البنيان المرصوص ضد خصوم المجلس الرئاسي سياسيا، أي خصومكم سياسيا أيضا؟ دعني أقول الحقيقة في المشهد الليبي، المشهد الليبي هناك شبه أو هناك حساسية مفرطة بين المسلحين والسياسيين، نظرا لأن حقيقة منذ انطلاق الثورة 17 فبراير من حمل السلاح في الغالب هم المدنيين، طلبة والمهندسين والموظفين عموم الشعب. وفي المعارك التقليدية اللي خوضها الجيش دائما يكون في سياسيين يعبروا على المعركة، وأنا أقول بكل صراحة أي استخدام للسلاح بدون عقل سياسي سيتحول إلى فوضى وإلى عبث. وفعلا ربما هذا ما وقعت فيه ليبيا، ربما ما وقع في ليبيا هو أن المسلحين يقوموا بمجهودات جبارة وكبيرة جدا، ويكفي أنهم يقدموا في أطرافهم وفي دمائهم، لكن أحيانا يخسروا كثير من جهدهم بسبب عدم ثقتهم في السياسيين وعدم تفرغهم وقدرتهم على ممارسة السياسة. أشرت إلى موضوع الدعم الغربي أو الدعم الأجنبي، كيف تقيمون مواقف دول الطوق الليبي يعني، وخاصة أتحدث عن الدول العربية هنا، مصر من جهة وتونس والجزائر من جهة أخرى؟ الحقيقة أنا بكون صراحة أستطيع أن أتحدث عن الإيجابيات، وأقول هنا أن دور الجزائر وتونس هو دور مميز وإيجابي جدا حيال الأزمة السياسية في ليبيا، لكن الحقيقة بدون تخصيص كثير من الدول، أقصد الجوار، تلعب دور سلبي في الملف الليبي. يعني أنت تشير إلى مصر والحلف المصري الإماراتي بوضوح، هذه الدول تدعم علنا الاتفاق السياسي الليبي، أين الخلل إذن؟ وهذا تحديدا ما طرح بالأمس مني شخصيا أمام مندوبي الدول، وتحدثت أمام تقريبا أكثر من مندوبي 30 دولة من الداعمين للاتفاق السياسي ومن دول الجوار، وموجود فيها ممثلين دول مصر والجزائر وتونس وكل الدول، وقلت بصراحة نحن نريد من المجتمع الدولي إذا كان داعما للاتفاق السياسي أن يكف عنا الدول التي تتدخل بشكل سلبي في الملف الليبي، يعني تدخلات مسألة متواصلة. نعم، وهذه الدول معروفة، وطرحت تحديدا حتى يكون الأمر واضح، وقلت أن هناك دول تستقبل مجموعات أو قادة سياسيين غير معترفين بالاتفاق السياسي، في حين أن الاتفاق يقول أن الممثل الشرعي لليبيا هو المجلس الرئاسي. في دول استقبلت حفتر، في دول تستقبل في عقيلة صالح، مع أن هؤلاء السيد عقيلة صالح صدرت فيه عقوبات من الاتحاد الأوروبي، السيد حفتر
أعلن صراحة أنه لا يعترف بحكومة التوافق، وقلت هذا الكلام وكان الكلام واضح ومحرج للبعض، والبعض برر أن هذه الزيارات لا تأتي في إطار سياسي، بعض منهم قال أن عقيلة صالح أن السيد عقيلة صالح زار دولة معينة معروفة كشيخ قبيلة وليس كرئيس برلمان. سؤال أخير يعني سيد صوان، هل ننتظر مدة يعني مدة زمنية محددة لحل هذه الخلافات في علاقة بالجيش، الأشخاص، في علاقة بالخلافات السياسية، حتى يهتم ويركز المجلس السياسي، المجلس الرئاسي عفوا، على ملفات المواطن الليبي اليومية، قطاع الكهرباء والنفط والأسعار إلى آخره؟ هل أنتم كسياسيين وخرجتم من اجتماعات طويلة للحوار السياسي، هل يعني اتفقتم على وضع خطة زمنية؟ أنا أجيبك بربما ما كانت من مداخلات لي بالأمس في حضور المجلس الرئاسي وفي لقاء تقابلي، كان حديثي في أن هناك 4-5 ملفات أساسية يجب التركيز عليها. فالشعب الليبي الآن لا يتحدث على الكماليات، يتحدث على الأشياء الضرورية، على الكهرباء والسيولة والحد الأدنى من الأمن. وقلت بكل صراحة للمجلس الرئاسي أن النجاح الواحد يحقق نجاح آخر، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع أن الحل السياسي هذا هو حل سحري وأنه سيحقق كل شيء في مرة واحدة، لكن علينا أن نبدأ ونحقق نجاحات. كان عليكم أيضا كأطراف يعني أوصلت أو جاءت بهذا الاتفاق السياسي أن تحلوا خلافاتكم. نحن قلنا في مؤتمرنا الصحفي اليوم أننا كفريق الحوار السياسي متضامن، شكلنا تيار وطني في توافق بيننا، سنقوم بواجبنا الوطني إلى أن يلتئم شمل البرلمان إن شاء الله قريبا، ولكننا نجدد الدعم للمجلس الرئاسي، وأن هذا الدعم ليس صك على بياض، بل هو مرتبط ارتباط مباشر بمدى تمكن المجلس الرئاسي من حلحلة أهم الملفات. إذا لم يستطع فإننا سوف نترك الأمر للشعب الليبي ونبحث على بدائل أخرى. شكرا جزيلا لك سيد محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الليبي. مشاهدينا الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام هذا الحديث الخاص، إلى اللقاء.